أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم في يوم جديد من العمل وعدد جديد من نقاش غرفة الأخبار، متمنين لكم بداية أسبوع موفقة. ونبدأ بملف قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، حيث في إطار تنمية وترقية نشاطات قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لسيما بناء سفن الصيد البحري الكبيرة الحجم بهدف إنشاء أسطول الصيد في أعالي البحار والمساهمة في الرفع من القدرات الإنتاجية الصيدية الوطنية لضمان توفير الأمن الغذائي للوطن. وبعد استكمال إنجاز أول سفينتين ذات الحجم الكبير بطول 35 مترا والموجهتين للصيد في أعالي البحار والمنجزتين بكفاءة جزائرية بمعدل إدماج وطني قدر ب 60%، قام وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد هشام سفيان صلواتشي يوم السبت الماضي رفقة وسيط الجمهورية السيد إبراهيم مراد، بالإضافة إلى ممثلي البرلمان بغرفتيه والسلطات الولائية لولاية بومرداس والمنتخب المحليين، وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، بتدشين السفينتين بميناء زموري للصيد البحري بولاية بومرداس، حيث اعتبر هذا إنجازا ومكسبا هاما للقطاع، مشيرا إلى أن الجزائر تسترجع وريادتها في هذا النشاط البحري من خلال انطلاقة جديدة لإعادة بناء أسطول الصيد البحري الجزائري. ولمناقشة هذا الموضوع نسعد اليوم باستضافة عبر بلاتو البلاد السيد أعمر بلعسل، مدير مركز مكلف بورشة بناء السفن لدى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. سيد أعمر صباح الخير. صباح النور، شكرا على الاستضافة، وبهذه المناسبة نقول للشعب الجزائري عيدكم مبارك. شكرا لك على تلبية الدعوة. في البداية الحدث كان هاما، ربما لأولئك الذين لا يعلمون هذا حدث هام. الجزائر فيما سبق والسنين الماضية كانت تستورد يعني من حتى بواخر الحجم الصغير إلى الحجم الكبير كانت تستوردها من الخارج. اليوم نحن نقوم ببناء سفن من الحجم الكبير موجهة إلى أعالي البحار هنا في الجزائر. بالفعل سيدي، كما يعني نشكرك على المقدمة يعني ولخصت فيها الحدث، يعني لو تسمح لي يعني نعطي النبذة التاريخية الصغيرة على نشاط صيد البحر، نشاط صناعة السفن في الجزائر. يعني في التاريخ القريب ماهوش التاريخ البعيد، يعني قبل دخول الاحتلال الفرنسي كانت الجزائر هي تعتبر من سيدة في المحيطات وفي البحار، كانت يعني تجول من مضيق كانال دو سويس إلى بريطانيا إلى الجزر الكناري على المحيط الأطلسي، يعني كانت صناعة البواخر جد مزدهرة في ذلك الوقت. الآن يعني بعد ما دخل الاحتلال الفرنسي ومن بعد كان تدهور، يعني حتى أن الشعب الجزائري يعني ابتعد كثير عن المجال تاع البحر، بقاو غير صناعة القوارب الصغيرة. الآن يعني هذا فخر للجزائر لأنها راح تعاود ترجع السيادة تاعها خاصة في صناعة السفن. يعني الآن يعني لحقنا وين بنينا زوج سفن، هما ثلاثة في الأصل، ولكن اللي وجدوا حاليا هما اثنين ذات الحجم الكبير تاع 35 متر، يعني وهذا كانت فرحة مزدوجة أيضا البارح لأنها 8 ماي هي يعني معروفة ذكرى غنية عن التعريف، وثانيا أن أحد البواخر سميناها على أحد الشهداء واللي هو في الأصل بحار اللي هما الإخوة بن نعمان ربي يرحمهم. ربما هنا يعني تتضح استراتيجية أخرى من وراء ذلك. الجزائر فيما قبل عملية الصيد كانت ربما على نطاق الشريط الساحلي القريب جدا، إذن هنا انطلاقة لاستراتيجية أخرى بالنسبة للقطاع، وهو الذهاب إلى أعالي البحار للصيد. بالفعل سيدي، كما ذكرت يعني بعد تطورات يعني وخاصة النمو الديموغرافي للشعب الجزائري، يعني كان هناك اختلال في المعادلة يعني اللي ما بين العرض والطلب، يعني لو كان نشوفوا في الستينات والسبعينات يعني حتى السعر كان يعني منخفض، سعر سواء السمك الأبيض أو السمك الأزرق. الآن يعني صار اختلال، عاد الطلب أقل من الطلب أكثر من العرض، يعني والقطاع ما لقاش حلول، السلطات المعنية بهذا الأمر هذا ما كانش عندنا حلول، عندنا زوج حلول فقط هي تربية المائيات والصيد في أعالي البحار.
هذا الصيد في أعالي البحار ما تقدرش تروح بالقوارب تاع 4 أمتار ولا 6 أمتار و 9 أمتار، لازم قوارب ذات الحجم الكبير، وهذا هو اللي راه يشجعنا ورايحين نروحوا إلى مناطق أخرى للصيد، وهكذا نلبوا الطلب تاع المواطن الجزائري. ربما هذه العملية قامت بها مؤسسة كوريناف. بالفعل هذه مؤسسة خاصة؟ نعم هي مؤسسة خاصة. يعني نعطيك بعض الأرقام، هنا في الجزائر عندنا حوالي 43 مؤسسة يعني تاع البناء وتصليح السفن على طول الساحل الجزائري، منها فقط ثلاثة اللي هي وطنية. عندنا لوسيران في على مستوى وهران، ولاية وهران اللي هي تابعة لوزارة الدفاع الوطني، وعندنا في العاصمة هنايا لوريناف اللي هي عندها فروع في الشرق وفي الغرب، وعندنا ليكوراب على مستوى ولاية تيبازا. هادو ثلاثة وطنيين، أما الباقي فهم كل يعني مؤسسات خاصة وكل وحدة تشتغل، إلا هذه تاع كوريناف هادية. وعندنا شركة أيضا في هنين في ولاية تلمسان، هي يعني بسواعد جزائرية والشبان يعني خذوا التحدي اللي دخلوا في المغامرة لبناء السفن ذات الحجم الكبير. جيد. ربما بناء السفن بحد ذاته يحتاج، وصناعة السفن تحتاج إلى نظام بيئي، يعني إيكو سيستم، نظام بيئي يسمح بتطور هذه الصناعات. نحن نعلم أنه السفينة هنالك السفينة في ربما في كتلتها الأصلية، والسفينة ليست فقط هيكل بل هي ربما مجموعة من الآلات ومن المعدات. ربما هذا هو التحدي الكبير اليوم للوزارة، هي خلق هذا النظام البيئي. هذا يعني هنالك المعدات، هنالك المادة الأولية، وهنالك أيضا أين يعني الورشات، البنى التحتية. بالفعل سيدي كما ذكرت، يعني لو نعطيك بعض الأرقام هكذا أيضا يعني باش تشوف باللي باخرة يعني كبيرة هكذا تتكون بحوالي 30 ألف قطعة، ماهيش 4 قطع أو 5 قطع. احنا الآن كان المخطط والاستراتيجية أنه ندعموا هاد الشركات، وهاد الشركات هي في الأصل تقوم بصناعة الهيكل هو الأساس، اما لا سوتريتونس او المقاوله يعني المناوله هي يعني الان احنا هذه السنه ان شاء الله 2022 الى 2023 راح ندعموا المقاولاتيه حتى يكون الاندماج 100%. الان يعني نذكرك باللي حوالي 60% الاندماج، يعني كاين هو ديجا رقم يعني مهم جداً. مهم يعني غير بالامس القريب يعني في الثمانينات كنا ما كناش نصنعوا، يعني نصنعوا الا القوارب الصغيره يعني اللي ما فيهاش المعدات الالكترونيه ما فيهاش، اما ذات الحجم الكبير يعني كاين دي زانسترومون وعد وسائل نضيفوها بالنسبه للقوارب الصغيره، وهذيك لسوء الحظ الان يعني غير موجوده في الجزائر. ان شاء الله هذا راح يكون في البرنامج تاع 2022 2023 اللي هي لا سوتريتونس باش يدعموا هذه المؤسسات، لان المؤسسات وحدها ما تقدرش تتطور، وكان كان كان عائق كان من بين العوائق اللي تلقاتها هذه المؤسسات هو الوعاء العقاري. يعني نذكر باللي رئيس الجمهوريه في السنه الماضيه اعطى تعليمه يعني حازمه، يعني كان حازم في القرارات وين لازم ندعموا هذه المؤسسات، وين عطينا رحنا درنا على حوالي 12 ولايه وعطينا يعني 15 وعاء عقاري على مستوى الموانئ. كان اللي كانوا يكزيستيو اللي عطينا لهم اكستنسيون، وكان هادو الحاملين المشاريع اللي عطينا لهم عقار وعائي، وعطينا كان 11 ثاني طالب واحد اخر. هادوك راهم ينتظروا لما تخرج لونفي يعني لاجونس ناسيونال دو فونسي، ولكن عندهم دي بروماس يعني باش يدخلوا يبداو يستثمروا، وحنايا قسمنا زوج على زوج اللي يديروا الصنع بواخر الكبيره درناها داخل الموانئ، واللي يديروا الصنع البواخر القليله يعني تاع 6 امتار الى غايه 12 متر عطينا لهم اراضي خارج الميناء، يعني ربما يمكن نقلها لوجيستيك يعني يقدر يسهل نقلها اسهل. ربما ايضا كانت هذه من بين التحديات التي تم رفعها هي ربما رفع تلك العراقيل، كانت اللوجستيه وحتى البيروقراطيه فيما يخص المستثمرين في هذا القطاع. أكيد يعني إحنا المشكل الأولاني اللي لقيناه يعني ويعني من المستثمرين اللي لقاوه معنا هو المشكل العقار.
العقار يعني كان مستحيلات يعني العشرة، خاصة أنه من المميزات أنه العقار هذا يجب يكون قريب على قريب الموانئ، قريب على الموانئ. يعني كان طلبات تاع باش مستثمرين من 2018 2017، أنا عندي طلبات حطوهم جابوا لي يعني نسخة من الطلبات تاعهم من 2018، يعني هذا لا يعقل. يعني من 2018 كانوا المؤسسات تاع تسيير الموانئ غالقة، يعني مغلوق، ما كانش ما يمدلكش حتى متر مربع. يعني هذا شكل هذا التعطيل هذا جاء هذا من بين الاسباب تاع التعطيل تطوير النشاط صناعه السفن، هذا كان مشكل العقار. ربما والآن الحمد لله يعني ما كان حتى مستثمر يعني يدرك عنده مشكل العقار. ربما هذه ايضا داخله في السياسات اللي انتاجها تنتهجها الدولة لرفع كل العراقيل على المستثمرين. ربما نواصل في النظام البيئي وتطوير، لما نشوف كل هذه البرامج هو تدخل في إطار عصرنة القطاع، ربما ألا ترون أن الجزائر اليوم تنتقل أو تقوم بعملية الانتقال من قطاع صيد بحري نقول أنه كان تقليدي حرفي صيادين حرفيين إذا إلى قطاع ربما أكثر احترافية وحتى إلى يعني صناعة بحرية حقيقية؟ بالفعل يعني لازم إحنا الآن ما عندناش حل، يعني كما قلت لك في الأول باش نسوي وما بين المعادلة تاع العرض والطلب ما عندناش حل، لازم نروحوا لمناطق أخرى. والمعادلة يعني باش نكونوا براغماتيين، باش تروح للمناطق الأخرى لازم يكون عندك صناعة سفن، السفينة تكون مجهزة بآخر تكنولوجيات وتكون ذات الحجم الكبير. نعطيك مثال، لو يخرج مثلا يومين في البحر ويروح يصطاد لك يعني مثلا 10 صناديق ويعاود يدخل، ها ما يرجعش حتى لي شارج تاع لينا لو نافير تاعو ما يقدرش يريكيبيريها. دونك لازم يصيد كميات كبيرة، وباش يصيد كميات كبيرة لازم الباخرة تكون كبيرة ذات الحجم الكبير. يعني احنا الآن يعني لما نشوفوا هذو تاع كوريناف، يعني نعطي لك مثلا حتى من جانب المالي، يعني بالنسبه للخزينه تاع الدوله راح تربح. تحب نعطي لك بعض الارقام؟ نعم، باش نعرفوا الفوارق بين باخره استوردت وباخره صنعت هنا في الجزائر. بالفعل يعني لو كان نشوفوا يعني مثلا هذو الزوج بواخر يكلفوا يعني 4.8 مليون دولار اي ما يعادل 700 مليون دينار جزائري. يعني هذا راح خلى الخزينه تربح 3.6 مليون دولار. يعني لو كان نزيدوا الباخره الثالثه اللي راهي راح توجد ان شاء الله من على شهرين ثلاثه تكون واجده، يعني راح يكون يعني المجموع تاع الاخر 7.2 مليون دولار، اي بمعدل ما يعادل 1.05 مليار دينار جزائري. يعني الباخره شيء مهم بالفعل، يعني تقريبا النصف، يعني ما بين الانسان اللي يروح يجيب باخره من دوله مثلا اوروبيه والله يصلحها هنا، انا نعطي لك يعني الفرق النصف. يعني هنا يعني نصف الفوارق هو شيء مهم. يعني ربما الامكانيات هذه البحريه، هنالك امكانيات كبيره للجزائر. الجزائر يعني تاريخيا هي امه بحريه، سيد ناسيون دو ماغان، امه بحريه عليها ان تسترجع. ربما في هذه العصرنا هل يمكن اعتبار الصيد الحرفي بطريقه التقليديه انه عليه ان يطوره؟ عليكم ان تعطوا تحفيزات للصيادين للانتقال ايضا من هذا النوع من الصيد. بالفعل يعني هي شوف كاين يعني الصيد لابيش اندستريال كما نقولوا، يعني هذيك لازم مستثمرين، لازم ديزارماتور يعني يكونوا ذات كفاءه وعندهم مال. الصيد الحرفي يقعد مهما كانت الظروف يقعد، لانه يشغل يد العامله. يعني كاين الناس اللي داروا مشاريع مع لونساج ولا الكناك، يعني جا اكتسبوا بواخر يعني الصغيره تاع 4.80 امتار، يعني هذوك ثاني يسترزقوا من ماهوش يعني هذاك النوع راح يقضي على هذا النوع، يقعد ربما يشوف التوازي. ربما لو بالارقام الاسطول الجزائري يتشكل من اي انواع من البواخر؟ هو يتشكل، هو شوف العدد ككل عدد يفوت كنت تملك الأرقام 5800 باخرة، يفوت 5800 باخرة، 80% هما أقل من 15 متر. يعني القليل يعني ما حتى الصيد في الأعالي البحار يعد على الأصابع، يعني ماهيش فوق 24 متر، يعني يعد على الأصابع. مثلا في صيد الطونة هاد السنة عندنا 31 طالب،
يعني 31 طالب تاع سفينه كبيره اللي مجهزه باش تروح للصيد الطونه، منهم هاد زوج بواخر اللي تصنعوا مؤخرا. هنالك يعني انتعاش. ربما سنعود الى برامج التطوير، اعلم ان هنالك برامج مستقبليه لتطوير هذا القطاع، لكن قبل ذلك نذهب الى فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من نقاش غرفة الأخبار مباشرة من قناة البلاد، والذي يخصص عدده اليوم إلى ملف قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية والقفزة النوعية التي شهدها هذا القطاع بالانتقال إلى تصنيع السفن الصيد البحري في أعالي البحار. ودائما مع ضيفنا سيد عمر بن العسل، المدير المركزي المكلف بورشة بناء السفن لدى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. مرحبا بك معنا مرة أخرى. شكرا سيدي. شكرا لك. ربما نواصل في النظام البيئي المخصص. نحن نعلم أن صناعة السفن هذه يعني تتطلب مناولة، تشغل ليس فقط مصنعي السفن بل تشغل مجهزي المعدات المواد الأولية. لما نتكلم عن، لكي نضع المشاهد في الصورة، لما نتكلم عن نسبة إدماج تقدر ب 60%، معناتها 60% من هذه السفينة مصنعة محليا، في ماذا تتمثل هذه النسبة؟ شكرا سيدي ونشكرك على هذا السؤال. يعني باه الناس تعرف احنا عندنا اشكال مع لا سوتريتونس. يعني لو كان نذكروا الان نعطيك بعض الارقام، يعني نسبه الادماج مثلا لاكوك الهيكل، نسبه الادماج هي 80% فيما يخص لي بوتر ولا لي مومبران تعمل هنا في الجزائر، نقدر نروح حتى ل 90% لانه فقط لا ريزين اللي رانا نجيبوها لا فيبر دو فاب الالياف الزجاجيه. يعني هنايا يعني الجزائر قاره، يعني الرمال كاين وهذا المادة ممكن إنتاجها محليا. يعني أنا نغتنم الفرصة هذه باش ندعو المستثمرين في خاصة في هذا المجال هذايا أنه يتوجهوا، لأنهم ما لهمهمش، لأنهم هما ليسوا على دراية. يعني مثلا لا فيبر دو فابر عندنا حنايا ملايير من التراب، يعني الرمل، يقدروا يخدموا الالياف. يعني من هذا الباب ندعوهم يعني انهم يدخلوا معنا ويستثمروا في المجال هذا، وناكد لهم باللي ماهمش راح يخسروا، لان عندنا اسطول تاع اكثر من 5800 باخره اللي راح تتعاود لحقت السن تاعها 20 25 سنه اجلا ام عاجلا راح تتعاود. يعني في خلال السنتين القادمين الاغلبيه 80% راح يعاودوهم، راح يكون صناعه سفن جديده. يعني هذا يعني مستحيل يخسروا. ثانيا بعد لاكوك عندنا لو فروا لي شومبر دو فروا، لو طو دانتيغراسيون يعني يقارب 90%. الحمد لله يعني في الجزائر هنايا كاين شركات اللي تخدم ودير لي شومبر فرواد. قال الاشكال اللي مازال حاصل حنا في لي موتور، لي موتور يعني كنا تكلمنا مع ايمو في قسنطينه باش يدعموا ويديروا لي موتور مارا، تخصص مارا، لانه الموتور تاع لي كاميون ولا لي تراكتور ماشي كيما لي موتور مارا. دونك هضرنا معهم، هما عندهم في الوقت الحالي دي موتور اللي يعني فيهم 120 حصان، ولكن كيما نشوفوا كان نشوفوا مثلا الباخره تاع الامس اللي دشنت على يد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيديه فيها 1800 حصان. يعني لازم يدعمونا ولازم نروحوا الى محركات اقوى من اللي راهي حاليا. هذه نقطه ثانيه سوداء. فقط عندنا لاربورتيليس يعني حاجة مليحة يعني اكتشفناها مؤخرا، عندنا شركة في مستغانم يعني ديال لوزيناج لا بياس دو روشونج، هذا بكري كنا نجيبوه من الخارج، هاد السنة الهادية رانا عدنا نجيبوه من في الجزائر. يصنع لاربورتيليس، هو الآلة اللي تجي ما بين المحرك وما بين ليليس. هذيك التقنية لازم تكون تقنية عالية، والحمد لله كاين يعني الآن تصنع هنا في الجزائر. تصنع هنا في الجزائر. مثلا لو كان نروحوا مثلا إلى الكوابل، الكوابل الكهربائية هنا تصنع 100% في الجزائر، وتصنع في منطقة بسكرة. يعني الآن الحمد لله. مثلا مازال مشكل هو في الآلات الإلكترونية. يعني وانا يعني من هذا كما قلت بوغلاريزين يعني الألياف الزجاجية. ثانيا أدعو المستثمرين، يعني الآلات الإلكترونية يعني تخيل تكون شركة هنا وتكون متخصصة في الصنع. الآن رانا نيمبورتيهم
مثلا الرادار، الصوندور، الجي بي اس، الجي ام دي اس اس، الفي اش اف، لا في اش اف، يعني هادو كلش رانا نجيبوهم من الخارج. يعني ماهيش تكنولوجيا، يعني انا راني دقيقه وتكنولوجيا يعني عاليه. مثلا يخدم التلفاز يقدر يخدم لي رادار الكترونيك تشارت، هذه الخريطه الالكترونيه اللي يمشوا فيها مع الجي بي اس في الساتيليت. يعني ربما يمكن التنسيق في هذا مع وزاره مؤسسات ناشئه، في بما انه الستارت اب المعروف عنها الابداع والاختراع. بالفعل احنا هذاك هو اللي رانا نشوفوه مستقبل تاع القطاع، على هذيك رانا نتحاوروا معاه ونديروا اتفاقيات، لانه لازم ننطلق، لازم ما نقعدوش. اولا هو الناس ما تعرفش القطاع، يعني ما تعرفش واش فيها الباخره، واش هما الالات اللي لازم ينتجوا هنا. مثلا اللي يخدم هذا التلفاز يقدر يخدم مثلا رادار بكل سهوله، يعني ما تطلبش تقنيات عاليه او يعني شيء من هذا القبيل. كاين ايضا كاين ونزيد لا مينتونونس، يعني لا مينتونونس تاع الماتيريال، الصيانه تاع الالات الالكترونيه الان راهي بايدي جزائريه 100%. يعني كيف يعني نديروا الصيانه وما نقدروش؟ يعني هنا كان خلل في المعادله. هنا نرى انه حقيقه صناعه السفن هي محفز لقطاعات اخرى ومحرك لقطاعات اخرى في ديناميكيه مستمره. ربما نتمنى من الشباب المبدع ان يسمع هذا النداء وفتح الاستثمارات في القطاعات ربما التي تحتاجها. تكلمتم عن ربما هنالك تحديث للاسطول واستراتيجيه بعيده المدى، هل نستطيع ان نقول انه في استشرافكم للمستقبل نحن نرى انه دول تذهب ليس فقط الى اعالي البحار بل تذهب الى الصيد حتى في المياه الدوليه؟ بالفعل سيدي هذا حل لا مفر منه، وحنا يعني القطاع تاعنا رانا بصدد يعني ان بروجي ديكري، يعني اللي راح يقنن يعني الصيد في اعالي البحار وحتى في الصيد في المياه اعالي البحار والمياه اللي تابعه للدول الشقيقه، يعني لان كاين قوانين تختلف على القوانين استثمار تصدير الخدمات تصدير. ايضا هذا من جانب التقنين، من جانب البواخر رانا يعني نشجعوا، وكاين طلبات، كاين طلبات الى يومنا هذا عندنا حوالي 30 طالب حابين ديزارماتور، حابين يروحوا يصيدوا مثلا في دوله موريتانيا اللي رانا كنا معاهم في التشاور، لان النظام تاعهم كان بلي ليسونس ودركا ولات بالكوطا. يعني رانا نتحاوروا معاهم باش حتى نعدوا للقوارب البواخر الجزائريه تروح تصيد ثم. كاين مثلا اذا شفنا مثلا جهه المحيط الاطلسي كاين الدوره الطونه البيضاء اللي هي تاع العلب، ولا باخره جزائريه تروح تصيدها. مثلا نشوفوا مثلا لا دوريد كوريفان اللي هي سيتان بواسون نوبل، راهي يصيدوا فيهم الدول المجاوره وحنا في الجزائر ما كاش اللي يصيدها. ربما سوق كبير غائب عنه الجزائر. احنا ما حتى راح نشوفوا بعض الاشقاء يديروا لنا دورات تكوينيه للربان والمجهزي السفن في الطرق تاع الصيد الجديده لي نوفيل تكنيك دو باش، باش يعودوا هذه يصيدوا هذا النوع تاع الاسماك اللي الان رانا صفر كيلوغرام يدخل للجزائر. جيد. ربما هنالك برنامج واعد في هذا الصدد جهزه القطاع، هل يمكن الاطلاع على البرنامج المستقبلي للسفن او لصناعه السفن هنا في الجزائر؟ بالفعل يعني حنايا الهدف الاساسي سواء القطاع تاعنا حسب المناطق كان في الشرق او الغرب حسب المناطق، يعني اي مواطن يتمنى انه لو طو دانتيغراسيون، الهدف تاعنا الاسمى انه يكون بناء السفن 100% بايادي جزائريه، يعني هذا. ثانيا انه الصيد يكون على طاولة على مائدة أي مواطن جزائري، سواء الصيد تاع المياه العذبة أو الصيد تاع المياه المالحة، هذا هو الهدف تاعنا والاستراتيجية اللي رانا نعملوا. الآخر كاين في الاستراتيجية فيما يخص بناء السفن عندنا يعني حوالي 20 باخرة جاية، يعني راهي في طور البناء. هذه باش تدعم ثاني الصيد في أعالي البحار حتى يكون كما قلت لك توازن ما بين العرض والطلب. ثانيا عندنا التربية المائيات اللي يعني رانا القطاع يعني اعطاها أهمية كبيرة، واللي هي راح تكون مستقبل، يعني حبينا ولا ما حبيناش ولا راح يكون مستقبل تاع السمك في الجزائر، اللي راح المواطن يعود في كل مائدة يعني يكون موجود السمك.
نعطيك بعض الأرقام. يعني كان بعض المشاريع اللي بدينا فيهم من أكتوبر، من شهر أكتوبر إلى يومنا هذا، فيما يخص خاصة تربية المائيات، عندنا 700 طن يعني في ولاية سكيدة، عندنا حوالي تاني أيضا 700 طن في بومرداس، 1000 طن في الشلف، وتلمسان 400 طن. يعني قمنا باستزراع يعني حوالي كنا نستزرع 5 ملايين، الآن رانا إلى 16 مليون يعني تاع السمك على المستوى الأحواض، على يعني في مجال تربية المائية. ربما في هذه التجربة كانت الأول من نوعها رمضان هذا الماضي، كان أول مرة عملية تسويق هذا المنتجات على نطاق واسع. بالفعل سيدي، يعني لما حتى المواطن يعني شاهد في الأرض الواقع، كان السمك مثلا الدوراد اللي كان يدير 150 ألف تباع يعني ب100 ألف، يعني في متناول الجامع كان يحلم بها في السابق، الآن ولا يعني في متناول الجامع. مثلا شوفوا الذئب البحر لودمار اللي كان يدير 170 ألف هبط حتى 90 ألف، ويعني اللي دارت يعني ضجة إعلامية وهي سمك تيلابيا اللي يعني 50 ألف كان متناول الجامع. يعني كنا بعنا في شهر رمضان برك حوالي 20 طن يعني جميع الولايات. بدينا كمرحلة تجريبية في ولاية العاصمة، ثم انتشرت إلى الولاية الساحلة، ثم إلى حتى الولاية الداخلية، وين حتى كان في بسكرة تتباع أقل، تباعت ب40 ألف. ربما كانت حتى التجربة في ولايات الجنوب، وحتى في أضرار، وحتى هنالك الجمبري اللي يقوموا بتربيته حتى في الولايات الجنوبية. بالفعل سيدي، يعني احنا عندنا نوعين، يعني عندنا اون فيرم بيلوت يعني اللي راهي في ولاية ورقلة اللي هي يعني تربية الجمبري تاع المياه العذبة، وعندنا وحدة في سكيكدا لتربية مياه المالحة. يعني هاد لافيرم بيلوت راح احنا نطلبوا منا كان يجوا مستثمرين، هذه لافيرم بيلوت راح تعاون المستثمرين، ونصدقني أنه الطلب في جهة أوروبا يعني يحوسوا على الجمبري يعني مهما كان الثمن. يعني نأكلوه احنا، يعني نأكلوه احنا إن شاء الله، ولكن يجوا مستثمرين. أكيد أنه ربما هو قطاع واعد سيدعم القدرة الإنتاجية الوطنية. ربما أعود بك فقط إلى بالنسبة لسفن الصيد، المعلوم أنه هنالك برنامج بروغرام داكيزيسيون بالنسبة للوزارة في السفن ربما مستقبلا. أنتم الآن يعني تم تدشين سفينتين، الثالثة هي في الطريق، هل هنالك في المستقبل سفن أخرى؟ بالفعل كاين اثنين، يعني سفينتان ذات الحجم 37 متر أطول من هادو على مستوى ميناء هنين، وكاين واحدة في تيزي وزو تاع 34 متر. يعني كاين كيما قلت لك 20 باخرة اللي راهي راح تنجز، كل واحد على حساب لو طو يعني دافونس متاعها، ولكن حنايا راح نفتحوا يعني خاصة في الصيد في أهل البحار وفي الدول الشقيقة، يعني أي واحد يرغب يعني مرحبا به. ربما في هذا الإطار هل هنالك تحفيزات من نوع آخر؟ بالفعل ربما توقيعات قروض بنكية، تسهيلات على مستوى الوزارة، أو تسهيلات جبائية في 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 هذا النطاق. بالفعل يعني قالوا الاستثمار واضح على الجميع، يعني كاين بالنسبة أي واحد يعني عنده مشروع لبناء أو اقتناء السفينة، يعني القوانين الجزائرية واضحة. أما فيما يخص تاع لي شونتي مؤسسات بناء وتصليح السفن، يعني خاصة هذه بناء وتصليح السفن، كاين انخفاض تاع لي تاكس من 19 إلى 9% يعني في الاقتناء تاع لا بياس دو روشونج، هذا الدعم يعني دعم كبير بالنسبة للمؤسسات، حتى العقاري حتى ماشي تنطلق ومن بعد تحبس، احنا رانا نشوفوا كيفاه ندعموها تنطلق وتواصل تكمل المسيرة. المشكلة أنه بعض الشركات ينطلقوا وبعد يتوقفوا لأسباب عدة، يعني وخاصة أنه القطاع فيه مستقبل واعد. إذا كان هنالك تحديث لأسطول ب 1500 سفينة، هنالك 5800 سفينة، ربما على الأقل تحديث النصف هو يعطيك ربما مشاريع العمل للعشر سنوات القادمة. يعني السوق، شوف سوق السفن سواء في الجزائر أو خارج الجزائر سوق واعدة، وبالأخص في الجزائر لأنه الثمن السعر يعني رخيص، هنا كاين منخفض. كاين بعض المؤسسات الآن يعني اتصلوا بي وعندهم أمبلون شارج حتى مع الدول الإفريقية،
سواء من موريتانيا من السنغال، ولا تشوف يعني مؤخرا حتى ان اون اكسبورتي يعني دو نافير تاع 14 متر لدوله موريتانيا. يعني ماشي غير السوق الجزائري، قلت لك الحجم تاع السفن ربما هو مفتاح للسوق الافريقي ككل. كل يعني ربما في الاخير سيد عمر بلاسل، ربما انتم قبل ان تكونوا مدير مركزي في الوزارة، قبل ما يحطوك في المكتب، فأنت القائد عمر بالعسل، ربما كيف كان التغيير بين نزولك من السفينة ومن أعالي البحار إلى الوزارة؟ يعني بالفعل يعني كنت ضابط في الملاحة التجارية، يعني اختلاف سفن كبيرة جدا، سفن الغازية والتجارية، يعني اختلاف 180 درجة. يعني نمط العيش يعني فوق الباخرة والنمط العيش تاع في البر يعني يختلف. لذلك بعض الأحيان لما البحارة يعني يشتكي وكذا، المواطن الجزائري اللي عايش في البر ما يقدرش يفهم البحار لأنه عنده نمط يختلف، قلت لك 180 درجة. ربما ساعدتك هذه الخبرة لما انتقلت أنت الآن في ورشة صناعة، ربما خبرتك وأنت فوق السفن جعلتك يعني تقدر تمد اقتراحات اكثر نجاعه في الواقع. حتى التواصل مع المستثمرين يكون سهل لما يكون لو لونغاج، هذا طريقه الكوميونيكاسيون باس يعني تري سامبلومون، ما كاش تعقيدات. في لانه لما ننصح مثلا، نعطي على سبيل المثال الباخره هذه اللي دشناها، كان فيها سكون ابل باوتريست لي زيليس في لافون. يعني قلت للمجهز السفينه علاش درتها يعني تاع 35، هذوك لي بروبيسور دي تراف نورمالمون يكونوا في البواخر الكبار يعني 120 متر، رحنا نحاهم اقتصد يعني اقتصد اموال. إذا ربما نتمنى لكم التوفيق في المواصلة على هذا النهج وهذه الاستراتيجية من أجل قطاع أنجع، ولكي يكون السمك أخيرا في متناول المواطن الجزائري. نشكرك جزيل الشكر سيد عمر بالعسل، المدير المركزي المكلف بورشة بناء السفن لدى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، على كل هذه التوضيحات. شكرا لك. شكرا لك على هذه الاستضافة وعلى حسن الاستقبال. شكرا لك، ونشكر مشاهدينا الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. ننهي نقاش غرفة الأخبار لنهار اليوم، فقرتنا متواصلة، نلقاكم في عدد آخر بحول الله. السلام عليكم.